اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده برنامج ابداع وحكايه ضيف حلقتنا لهذا اليوم الاديبه والكاتبه هدير الجبوري تعرفها اكثر بعد هذا المقال تابعونا الكاتبة والأديبة هدير الجبوري ولدت في العاصمة بغداد في عام 1966 من اصول موصلية وتسكن مدينة الحدباء في الوقت الحالي. تخرجت من جامعة المستنصرية بقسم ادارة الاعمال وهي الان عضوة في اتحاد كتاب الانترنت العراقيين. هي من متذوقي الادب والمطالعه ولديها مقتنيات من الروايات والكتب القديمه من العربيه والاجنبيه ولها المام وميول في الموسيقى والغناء لها مشاركات بالصحف المحليه بصفه محرره مقالات صدر لها مؤخرا كتاب جديد في الاسواق بعنوان همس الجواري وبرعاية اتحاد الادباء العراقيين ودار النشر نون لها مشاركات بمجال القصه القصيره في التسعينيات وايضا تعمل على انتاج مجموعه قصصيه بعنوان ذات يوم انها الكاتبه والاديبه هدير الجبوري اهلا وسهلا بك ست هدير طبعا احنا سعداء بتواجدك بهذا ظهورك الاول على شاشه الموصليه اهلا وسهلا اهلا وسهلا استاذ عبد الرحمن يشرفني ويسعدني طبعا انه اكون وياكم في هذا البرنامج انا الاسعد شكرا لك شكرا جزيلا طبعا موضوع الكتابه يعني كثيرين ما يكتبون النثر قصه وامور يعني جميله تجمعها حروف تعبر عن احاسيس ما يشعر به الكاتب فيسقط مباشره بقلب القارئ. نعم صح. كومور يعني كإحساس احساسي حرك، اشنو اللي حركك انت للكتابه؟ طبعا الكتابه طبعا هو احساس داخلي. كانت تمر بموقف، كانت تعبر عن حاله شفتها او او شيء شخصي، يعني الكتابه احساس. تعبير كتاباتك عن الذات اي نوع من أي على اي وتر من الاوتار تضرب كتاباتك هل على وتر العاطفه هل على وتر الاحداث ام على على امور غير غير الامرين ذكرتوها؟ طبعا هي على اكثر من وتر الاحداث أكثر اليوميه شيء اللي تمر بي وتمر باي انسان طبعا الحزن الفرح الخيبه كل الامور اللي الانسان الطبيعي تموت فيها يعني. استهدير وقت تكتبين او أشوق وقت تكتبين؟ والله هذا موضوع يعني قديم يعني اعتقد يعني من من الصغر يعني اكتب يعني مو بالصغر بعمر الطفوله لا يعني اكثر من الطفوله بدايه المراهقه، بعد المراهقه، الشباب، كنت اكتب شغلات يعني يوميه، مذكرات، اشياء خاصه يعني موجوده عندي استهدير شنو لأهلك انت للكتابه؟ والله أنا يعني أعتقد الكتابة خلفها القراءة والمطالعة القراءة والمطالعة المستمرة الأحداث اللي تمر بالإنسان تفرق وتختلف من شخص لشخص قد يكون إنسان يعني حياته خالية ما أقول معنى خالية خالية وإنما أحداثها قليلة وبعض الناس أحداث كثيرة تمر بحياتهم ظروف منعطفات هي اللي خلتني أكتب طبعا طيب أكو أحد العائلة من أب من أم كان يحب القراءة، عنده شغف بالقراءة بالكتابة آه، وانتي يعني أخذتيها بالوراثة على سبيل المثال، كيف كيف تلقيتي هذه الميزة اللي ميزتكي انتي؟ طبعا من كنا صغار آه، والدتي الله يحفظها ويطول بعمرها، يعني كانت مولعة بالقراءة جدا. وعندها مكتبة صغيرة <applause> وعندها كتب كثيرة آه، فأعتقد أني يعني ورثت هذا الشيء من عندها، حب حب القراءة أول شيء. وبعدين تحول الى الى كتابه والى الى الشيء اللي وصلنا له حاليا من الجميل انه احنا يجمعنا موضوع يخص الابداع نعم لكن في ايش؟ بالكتابه نعم برايك ست هدير ايش ممكن إنسان يبدأ؟ الانسان يبدع؟ الانسان يبدع بالكتابه لما يوصل لاعلى درجات الحزن لان الانسان يصل أعلى, يصل أعلى درجات, درجات الحزن الحزن؟ الحزن والشجن لما الإنسان سعيد نادر ما يقدر يكتب يعني أنا إحساسي هذا وجهة مم. نظري قد أكون مخطئة قد يكون البعض هو سعيد يكتب بس أنا ما أقدر أكتب وأني سعيدة لما أكون بحالة شجن بحالة حزن بحالة خيبة بحالة أي شيء يعني متعلق بالحزن أبدع بالكتابة طابع الحزن تلقيه مؤثر على الناس أكثر من طابع الفرح؟ بحياتنا الحالية أعتقد إيه؟ طابع ليش؟ الحزن مؤثر للظروف المحيطة بنا الظروف اللي دنمر بيها ظروف بلدنا حياتنا الاجتماعية الظروف اللي مرت بالناس يعني أكيد هو طابع الحزن أكثر على طاري الناس أكثر الناس حسب ما تشوفيهم متفائلين أم خائبين خائبين أعتقد جسدت خائبي. هذا الشيء بكتاباتك أي يعني كثير جسدت نعم الخيبة حقيقة يعني أنا ما أثق أهرب من هذا الواقع اللي نحن نعيشه ونفس الواقع اللي انت تعيشيه ست هدير نعم لكن اختلفت طرق التعبير تمام طبعا اختلفت اكيد طبعا يعني انت والصغر انا لحد الان انا ما اريد <applause> نضل نحكي بالحزن احنا كبشر ما كلتنا نحب الحزن اكو ناس إيه, ايه, ايه لي ايه قل ايه انا انا حياتي كلها حزن انا ايش بسمع الحزن هذا هو هو ميوله الشكلين دائما حزين بينما اكو من المتفائلين ناس أصيب بيحكي ما سوا صحيح تمام؟ صح تمام من هي هدير من كانت طفلة؟ وين كانت عايشة بأي منطقة؟ احكي لي شوي عن طفولتك أنت كيف يعني أو صفة لطفولتك أنت صعبة، سهلة، سعيدة؟ طفولتي طبعا كأي طفل يعني كانت طفولة عادية بداياتها كانت طفولة عادية طفولة اعتبرها جميلة لها علاقة بحاضرك اليوم؟ جدا كيف اشنو الرابط ما بين حاضرك والطفوله اللي الطفوله لانه انقطعت من عمر مبكر جدا يعني طفوله لحد عمر تسع سنين او عشر سنين تحولت الى الى شيء ثاني يعني ما اقول ماساه وانما تغيرت الحياه تماما بعد ان فقدت والدي الله يرحمه الله يرحمه وهذا الشيء كان مؤثر جدا على نفسيتي رغم كنت صغيره بس كنت حساسه جدا وتاثرت بالحياه اللي عشتها بعد فقدانه و يعني لك الوالد الله يرحمه؟ طبعا الوالد يعني لي الحنان، الانتماء، الامان، العائله، الحب، الطيبه، الخير تاثرت كثير جداً. يعني حياتك انقلبت راسا على عقب انقلبت من, من طفوله سعيده من طفولة حلوه, حلوة الى فجاه الى فقدان آه يعني هل عانيتي حرمان وفقدان بعد هذا الفقدان؟ اكيد طبعا نعم بعد فقدان, فقدان الوالد ايش فقدت بعد؟ آه فقدت الترابط العائلي الاب كان يجمع الاب هاي التبعيه نعم تتبع تتبع فقدان, تتبع فقدان الأب, الأب يعني أو الوالد هو سند هو سند مهما الإنسان يكبر الأم. يظل يحس بحاجة إلى وجود السند بحياته يقول لكم مثل يقول الأم تلم نعم صحيح زين العامود الخيمة اللي الخيمة هي تلم إي نعم عمودها هو الأب سند فهو نه. هو جدران البيت من دون جدران ما راح حتى السقف يقوي الفرد بالعائله ف... ف يعني انت ما تنلامين نعم صحيح طيب هل كان ح... ما رسمتي نفسك من احلام وطموحات كسرت رجعتي بنيتيها اشتغلتي عليها يعني كأمل. كان كان كنت طفله يعني اكيد احلام وطموحات كانت صغيره مثل ما أنا كنت صغيره <تصفيق> <تصفيق> بس اول حلم احكي اذا اذا تتذكرين ايش كنت تتمنين من تكبرين كنت اتمنى اصير مغنيه <applause> كنت اتمنى هذا التمني طبعا احلام طفوله يعني وهو كان يسمع لي كثير يعني كان يسمع الاغاني الأغنية اتذكر هذا الشيء انا هو ذكرى بعيده بس اتذكر انت عندك احساس جميل نعم وانا ربما متاكد انه انت الخامه ولو التارة الصوتية الجميلة لأن أنتِ محبة للفن، محبة أيضاً للموسيقى. أكيد طبعاً. عندكِ ممارسات الموسيقى؟ لا والله حالياً كدراسة لا، يعني كسماعي عندي. هواية، سماع. هواية سماع طبعاً. إيه. آه يعني أسمع الطرب العربي أكثر شيء، الأغاني العربية تعجبني جداً. أم كلثوم. أم كلثوم بالدرجة الأولى، عبد الوهاب، آه عبد الحليم، وردة. فريد خلينا نقول كل أعمدة الفن العربي القدامى بس على درجات أنت عاطفية هل أنت عاطفية؟ أي أكيد طبعا جدا عاطفية أكيد طبعا الإنسان لما يعاني أكيد راح يكون يعني عاطفي أكثر شيء ممكن أنه يحزنك في واقعنا في واقعنا يحزنني أشوف إنسان فقير اشوف انسان حزين اشوف انسان محتاج واني ما اقدر اساعده واي احد ما يقدر يساعده يعني امور كثيره تحزني، امور كثيره اشوف احد يتيم من ضمن الجانب العاطفي لشخصيتك انت نعم اكو جانب اخر جانب الفرح نعم ايش ممكن انه او ما هو الشيء اللي ممكن إن يفرحك انت والله اللي فرحني انه اشوف الناس اللي احبهم راضين عني سعيدين بوجودي في حياتهم اكون مصدر راحه لهم ومصدر امان لهم هذا اللي يفرحني اكثر رضا والدتي عني رضا اخوتي الناس اللي احبهم يكونوا راضين عني قلي لي صفه الكاتب او اس او اسمى صفه من صفات الكاتب خلينا نقول نعم تبدا من وين تبدا من الاحساس بالاخرين لما يحس بالاخرين يتعاطف وياهم يحس بمعاناه المحيطين به عنده نكران ذات ما تتكلمي عم تشعرين به؟ اكيد طبعا لما صارت اضطراب طبعا من طبعا الداخل لما طبعًا, لما طبعا لما احد يجرح مشاعرك اكيد طبعا لو تردي له صاع صاعين مباشره أه لا أه اني مو من طبعي ارد الصاع صاعين اني طيبه يعني بشهاده الجميع طيبه جدا وعندي قلب ابيض واسامح بسرعه واحب كل الناس ما عندي مبدا ارد صعب صاعين بس ممكن اكتب هاي الحاله اكتب مبدا ]ها. العلاقه الحميميه، العلاقات الحميميه بسرعه ما أنت. مبدا العلاقات الحميميه مه. ويعني العاطفه لكل المحيطين بي استند على يعني قد اكون مخطئه مرات طبعا بهذا الاستناد بس استند على طيبتي اللي ما اندم عليها ما كل الناس تفهم طيبتك أكيد أكيد ما كل الناس تفهمها بس الغالبية العظمى تفهمها وردود أفعالهم م. هذا شيء عايد لهم عملتي لي. خير نعم. قدرتي أكرمتي نعم بطبعك هذا ولكن هذا الشخص ما رد الجميل راد أو, رد بسوء خلينا نقول أشو تعملين معاه أسكت بس يؤلمني جدا جدا وصير عندي حالة من الانطوائي الخيبة ايش رح تعملي؟ اكتب اكتب مع الشخص بعد يصول ويجول حواليك راح رح ظل ظل شوفتك الشخص اللي جرح مشاعرك نعم راح شوفته تجرحك وتجدد الجرح فيك ايش رح تعملي؟ حتى يشفى الغليل انا ما اعرف يا صاحبي والله فلا فلا انا اسمع عن عنك هالشكل موقف ولا شيء انا لا. يعني من ذاتي على سلك هذا السؤال لان انت كانسانه عاطفيه وتتاثرين بسرعه اللي اسويه يمكن مرات اذا اذا شخص يهمني يهمني انه يكون موجود بعده بحياتي احاول اعيد يعني الـ 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 الوصال من جديد، احاول اني اعيد حتى اذا صار مني مرات تنازل لان ما احب اكون يعني مصدر ضيق لاحد او احد ما يكون راضي عني، مرات يعني اني اتنازل بس ما اندم عن هذا التنازل مين حسب لي يعني احسن لي حسنه ينحسب لي صله رحم مستمره اذا كان الشخص من من جماعه صله الرحم يعني واذا طبعًا كان غريب نفس يعني دائما دائما الوجع يجي من اكثر الاشخاص اللي نحبهم. كيف؟ مشاهدينا الكرام فاصل وراجعين. نعود معكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام من برنامج إبداع وحكاية مع الكاتب والأديبة هدير الجبوري أنا أحب اسم هدير نعم إيش معنى اسم أنت حسب معلوماتك بما أنه اسمك هدير إيش معنى اسم هدير والله الهدير يعني على أكثر من من شيء يطلقون اسم الهدير ممكن هدير الماء هدير البحر ممكن هدير القنابل هدير الطائرات يعني ممكن الاشياء اللي بها صدى <applause> بها تاثير والدوي نعم. الدوي والصوت ال تاثير يعني الكبير بصدى اكيد انت اثرت فعلا اسم على مسمى ابينا نحن من اول ما قرينا كتاباتك انت احكي لي عن اول مؤلفك هذا اللي باسم همس الجواري طبعا همس الجواري عباره عن نصوص مثريه نصوص كانت متفرقة عندي يعني نشرتها على مواقع مختلفة بس أجتني فكرة إنه أجمعها بكتاب وأبدي انشر كتاب يعني نعم وفكرة كانت يعني بسيطة كبداية يعني أول مقالات نشرت باسمك أنت؟ نعم والله كانت من مشاركة بكتاب لو كانت على صحيفة مثلا يعني كيف كيف نشرتي ما كتبتينه؟ والله نشرتها بالصحف المحليه يعني مقالات كانت بسيطه نشرتها ومو بكتاب يعني عباره عن جرايد يعني محليه جرايد طيب ايش وقت اصدرتي مؤلف في مؤلفاتك؟ اخر مؤلف هو كان موجود هاي السنه العفو نهايه 2019 اللي هو كان نصوص نثريه همس الجواري طيب ليش ما تغشعين هذا الكتاب بما انه جيبته معاكي تفضلي نعم انا راح اخذ نسخه ايضا نعم حبيت الغلاف تصميم, الغلاف وحتى العنوان همس الجواري نعم ليش هذا العنوان؟ والله هو يعني همس الجواري هو بالاصل عنوان مقتبس يعني عن عن فيلم عربي قديم بس هو كان كان يصلح يكون همس القلوب اكثر مما هو همس الجواري بس أنا اخترت هذا العنوان وثبت يعني جميل جميل يعني طبعا المهم من اهم العنوان هو ما تضمن هذا الكتاب محتوى الكتاب طبعا محتوى الكتاب نصوص نثريه اتمنى تسمعيني شويه ما كتبتينه يعني اي شيء لا على التعيين يعني والله لا على التعيين اكيد انت ادرى طبعا من كلمات من حبيت العناوين اختار اي شيء يعني تمام راح اختار صفحة 110 العظمية شريط ذكريات لا تفنى طبعا العظمية من المنطقة اللي عشت بها ببغداد اللي كان بها بيت جدي وطفولتنا وحياتنا فكنت متأثرة بها ولا زلت أحب هاي المنطقة بشكل يعني مررت اليوم بحي قديم وأماكن زادها القدم رونقاً. منحني هذا الحي الفرح، لم تستطع أجمل الأماكن منحي إياه. كل زاوية هنا تنطق بالذكرى. كنا نلهو صغاراً في شارع كان يبدو كبيراً متسعاً. ووقعت, عي... ووقعت عيني على حديقة صغيرة تتوسط فناء بيت قديم. البيت الذي قضينا بين ثناياه أجمل أيام. الفرح الطفولي الذي لا يوازيه فرح. وأخذتني خطواتي لبيت آخر كان بيت جدي البيت القديم والبيت الآخر كان بيتنا اللي هو قريب عن بيت جدي أقصد بالبيت الآخر نعم. كنا نرتجف خوفا ونحن نقف تحت عتبة بابه المتهالك والشرفة التي تعتليه فوق رؤوسنا بيوت العظمية أغلبها بيوت قديمة حي, حي عريق بالبغداد معروف وبيوته اكثرها بيوت قديمه فمن دا اقصد يعني تعت عتبه بابي والله نعم تاملته بحزن لاني لم اجد الشرفه يبدو انها رحلت كان اكو شرفه فوق الباب فدائما من كنا صغار يخوفونا لا توقفون جواها لا توقع عليكم لا كذا قديمه متهالكه يعني متهالكه المهم هي الظاهر يعني وقعت بس شو وقت وقعت ما اعرف لكن متى لا اعلم مرتع الذكريات يقطنه ناس جدد اكيد يعني ناس جدد قاعدين بي علت الابتسامه وجوههم عندما راوني احدق بشجره التوت الكبيره القديمه التي كانت عنوان هذا البيت العتيق استغربوا ليش انا واقفه بباب هذا البيت وليش دابوا على شجره اللي احنا نسميها شجره التوكي اللي بالمصلاوي يسموها التوت اعتقد يعني التوكي نسميها ببغداد لم, يتسميه. لم طلع. أكن أبالي بحديثهم أو مسر خلف ابتساماتهم لأن راحة كبيرة غمرت روحي وتمنيت معها أن لا أغادر وغادرت غادرت كل ما أنزل لبغداد أروح على البيت القديم أوقف براس الشارع أو أتقرب على على داخل الفرع أظل أباو على البيت أصوره بس بدون ما يشوفني أحد يعني لأنه راح يستغرب يعني ليش واقفة بهذا المكان كنت تشعرين برغبة من البكاء وانت تغادرين هذا المكان؟ أكيد يعني أكيد أشعر بهذا الشيء كل ما أشوف هذا البيت لأنه هذا البيت كان يعني للذكريات يعني للأهل بيت الجد هو كان يعني البيت اللي كان يجمعنا كنا أشوف بال... بهذا البيت أشوف مدينتي أشوف بغداد أشوف أحس بالانتباه لا زلت هذا الحنين لهذا البيت الصغير البيت اللي كان جامعكم كلتكم هل لا زال هذا الحنين لحد الآن؟ ما زال وما ما يتوقف نهائيا يعني هذا الحنين ويعني مو بس أنا يعني أغلب أغلب أفراد عائلتي يحسون بنفس هذا الشيء إن شاء الله يا ربي أهم شيء أنتم تكونون يعني بصحه جيدة وإن شاء الله نعم. اللي مشملكم دائما مشمل كل العوائل طبعا يعني, نعم. إن شاء يعني إحنا نعم. بلدنا شعب نتعرض تعرض لظروف قاسية نعم. يعني خلينا نقول أنهم الشم فارقت فرقت مفرقت الكل طبعا صح. للاسف ولكن احنا بدينا ها نستعيد طاقتنا شوي شوي يعني كيف طبعا. انت بديت تستعيدين طاقتك بعد ما تركتي هذا البيت آه كيف رجعتي انت تلم تلمين خلينا نقول اشلاء <تصفيق> <تصفيق> من من ما من تبقى من ذكرياتك يعني هذا البيت خلينا نقول تركناه من من زمان يعني مو مو على وقت قريب تركناه من <applause> زمان وكل واحد بافراد عائلتنا كل واحد شاف طريقه واخذ نعم. حياه جديده صارت عنده بس تمام والبيت يعني انباع وتوفوا اصحاب البيت كلهم دائما بيت جدي دائما يعني البيت عند اصحابه عند اللي تعبوا بينه اكيد كأنه يعني خلينا نقول مثل مثل القلب اللي ينبض يعني شيء من عضو من اعضاء جسم الانسان يكون هذا البيت اللي فشيء متجذر بينه آه لكن مرات ظروف يعني تقسي على الانسان فتخليه يقرر قرارات صحية هي ولكن اكو شيء اهون من شيء اخر طبعا تمام بس انا ما شبعته انه ما شبعت تقريري الاكثر يعني أنا أتمنى انه اسمع تقريلي امور اكثر بهذا الكتاب يعني بامور عاطفيه بامور ربما فضفضه خلينا نقول في عاطفة بس خلي تكون قصيره يعني لا على التعيين لا على التعيين طبعا آه خاطرة أو نص نثري اسمه أمل يقول أن تصبح سببا لأحدهم يصحى متلهفا ليتسابق مع الكلمات يغفو على حروف الأمل ويعيش كلماتك ترفعه للأعلى لا شيء يوازي شعوره بأنه قيمة عظيمة وهو معك أتحدث يعني عن عن حاجة إنسان معين ما على التعيين يعني أي, أي إنسان يحتاجك يحبك يتلهف في كلماتك أنت تكون بداية الصباح بالنسبة له وتكون نهاية الـ الـ اليوم بالنسبة له إلي. إيش يعني لك كلمة وطن؟ الوطن يعني هي مفردة كبيرة صعب يعني أحتويها بمعنى واحد الوطن يعني الانتماء يعني البيت اللي أنا عايشة به يعني الناس المحيطين بي يعني اهلي يعني قرايبي يعني العراقيين يعني العراق يعني المكان اللي تربيت فيه كيف جسدتي هذا كله كل هالمشاعر كل هذا الثناء كيف جسدتي هذا كله والله جسدت حالي حال اي عراقي بشكل بشكل عفوي يعني ما جسدت بك يعني بكلام وكتابات ربما كتابات طبعا عن الحب الوطن اكيد كنا نكتب يعني بال بالمواقف المواقف تصير الوطن يمكن مرات أجيب لك مثل يعني مرات لعبة كرة قدم أنا يعني أعتبر بها يعني يتجسد بها حب الوطن والناس اللي ما يحبون كرة قدم أقولهم طيب أنا مثل جميل اللي نعم. أنت ضربتيه بالمباراة وكرة القدم كيف نعم. توحد الشعب نعم. طيب أش ما على عاتق الكاتب والأديب حالياً؟ يعني بخصوص التعبير عن حب الوطن؟ ما بالضرورة لكن اكيد نحن مدينين للوطن تمام؟ آه كيف او ما يقع على عاتق الكاتب الاديب بصفتك انت اليوم كاتبه واديبه؟ ايش آه تشعر اهم اكثر مهمه تقع على عاتقك انت ايش؟ اهم مهمه انه نحب بعضنا، ننشر الوعي بيناتنا، آه نتقبل الراي المقابل، آه ما نهمش الاخرين آه هو هذا حب وطننا. انه انا احب المقابل انطيه فرصه يعبر عن رايه ما ما اهمشه اسمع له هذا الوطن يعني واقع المجتمع اليوم ربما يعني تطور بطيء من ناحيه مثلا القراءه يعني أنا اشكر كل اللي اقاموا على مهرجانات القراءه وحث الناس على القراءه أنت. نعم طيب وانتي لما القراءه وحبك للمطالعه والكتب وقراءه الروايات ما كنتي اليوم مثلا كاتبه جديد كتابه والتعبير والالقاء والى اخره طيب انت اليوم كيف ممكن انه انت تحفزين الناس على القراءه على المطالعه تمام وما بدا تاثير القراءه على الانسان والله يعني أنا الصور حب القراءة هو شيء ما أقدر أقول هو مكتسب هو يعني, يعني من أنت صغير يعني إذا تحب هذا الشيء تمارسه تستمر عليه يعني أنا ما أقدر أفرض على أحد هسه أقول له تعال أقرأ أو تعال حب القراءة أو حب, حب الكتابة يعني ما أقدر أفرض على أحد هو هو إذا إذا حب هذا الشيء ممكن يعني بس انا ما افرض عليه ممكن ممكن يعني افراد عائلتي القريبين مني آه انطيهم فد روايه مأثرة مرات اوصل لهم الروايه عن طريق اقول لهم شوفوا فيلم عن نفس الروايه حتى تحبون الفيلم حتى تقرون الروايه يعني ممكن اوصل الفكره واقربها في سبيل انه يبدون يحبون المطالعه بس انا لاحظت هذا الشيء يعني جدا صار قليل بمجتمعنا هسه القراءه صارت يعني قليلة بسبب يعني توفر النت ووسائل التواصل والعالم بعدت يعني الناس بعدت عن القراءة بشكل كبير. صار قليل اللي يقرون يعني مثل قبل ويحبون المطالعة ويلزمون كتاب ورقي ويقرون به ابرز المشاكل تشوفيها انت في هذا المجال، المجال الادب والثقافة اللي انت موجودة به حاليا. يا ابرز العواقب اللي ما بين المجتمع خلينا نقول والادب والثقافة. هل اكو عواقب هل اكو شيء هل هل التطور بكم معوق بمجال القراءه والتثقيف المجتمعي اكيد يعني اي انتم مثقفين أي يعني, الظروف اللي مرت بالبلد الجيل الحالي طبعا اللي اللي مو ذنبه انه هو ما قام يقرا يعني الظروف اللي مرت بينا الـ الـ الاختلاف بوجهات النظر اللي اثرت على مجتمعنا <applause> التخلف المجتمعي اللي صار قله الوعي كثير اشياء كثير اشياء اثرت على مجتمعنا الموبايلات والالكترونيات هل لها تاثير مباشر على عزوف الشباب عن القراءة الكتب طبعا والدليل انت يعني شوف فرق بين الجيل الحالي والجيل القبله والقبله والقبله يعني احنا كنا بالثمانينات ما كان يعني بالثمانينات وحتى التسعينات ما كان اكو هاي التكنولوجيا كان التوجه للقراءه جدا كبير وجيل يفرق عن جيل يعني وين شوفي سعادتك انت؟ سعادتي من اقرا روايه من اقرا كتاب من اروح ب يعني بداخل هذا الكتاب اروح العالم ثاني بعيد عن الواقع عالم الترفيه وصفي عالم الترفيهي عالمي الترفيهي يعني من اشوف فيلم قديم فيلم بالابيض والاسود فيلم قديم زين <applause> يعني شو يطلع غير الجو مشكله؟ شوف الغابات زور المناطق الحلوه بالموصل والله اكيد يعني اكيد يعني كأي انسان طبعا اكيد يعني اطلع بس يعني اكثر وقتي احب اقرا يعني عالمي بيتي قراءتي يعني يعني وقفتي على ضفاف نهر دجله بيوم من الايام ما مريتي بجسر العتيق اي اكيد طبعا اكيد شعرتي بهذه الاجواء والجو هذا يعني كانوا ما اخذ من كتاباتك طبعا اكيد يعني اني الجسر العتيق دائما من اشوفه اتذكر جسر الصرافيه ببغداد اللي هم كنت احبه جدا يعني احس اكو ربط بالشكل شكل الجسر طبعا يمكن الانسان دائما يشوفه من هو حزين يهرب للمي يهرب للبحر يوقف على البحر ولكن 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 ما ما راح تقفين على مكان مرتفع كون انت تخافين من مرتفعات فما راح تقفين على الجسر لان لا ما هذا بس أنا واقفه واقفه على الجسر يعني واقفه لكن ما كثير تقطع صور مو حاليا على قد, على قد الصور اللي خفتيها بس على قد يعني ايه لانه اي بس قبل يعني من كنا نعبر للجانب الايمن نعبر مشي يعني للجانب الايمن ونروح نسوق إيه نتوقف يعني جميل طيب انت من ناحيه باقي الفنون هل انت يعني تنوين انه تدخلين مجالات اخرى غير الكتابه والادب والله يعني أنا أعتبر هسه يعني ما أقول الوقت فات بس يعني العمر طبعا أكيد يعني هسه مكتفية بذاتك جدا يعني هسه هل أنت راضية عن ما قدمتي لحد الآن؟ ما ماكو إنسان يكون راضي مية بالمية عن اللي قدمه دائما يطمح دائما يطمح يحقق أكثر يوصل لأكثر يريد يعبر عن ذاته أكثر بس مرات الظروف الحاله الصحيه وضعك الاجتماعي مؤثرات، ظروف تمنعك تحد من من هاي من هاي الرغبه تتمنى طبعا لأشتار. البيت كل ما منك ماخذ كبير اكثر شيء ماخذ وقتك إيش هو دوامي يعني موظفه دوامي اكثر وقتي ماخذه طبعا اكيد طيب ووظيفتك بالوزاره الموارد العراقيه يعني هو اكثر اكثر الاوقات واكثر الساعات وانت بالوظيفه ما تفكرين تكتبين شيء تعبرين، تهربين مواقعك مثلا. والله يعني لظروف يعني الشغل طاغيه شويه. <applause> لا طبعا اكيد بال... يعني بوظيفتك يعني اكو لود الشغل، اكو يعني امور متطلبه من عندك تمشي مراجعين، <applause> آه موظفين يعني حكم المكان اللي اشتغل به. آه ست هدير طبعا اتمنى تتكلمي لي عن سعيك بدعم الادب والثقافه. والله طبعا هو السعي يبدي السعي طبعا يبدي نعم. هو من من الذات اني قليله الاحتكاك بالوسط الادبي طبعا السبب السبب ليش ما تختل السبب اني قلت قبل ولو مع احترامي يعني الوسطنا الادبي يعني السبب قلنا مجتمعنا الضيق وال والمحاذير الموجوده به اكو قيود يعني قيود على مجتمعنا ذكوري يعني حقيقة واقع انت عم تتكلمين شيء حقيقي نعاني منه كلتنا هو انغلاق الفكر انغلاق نعاني منه حاليا هون ولكن أه نتمنى انه يكون اكو انفتاح اكثر على الفن على الادب والكتابه والثقافه والمطالعه من اتمنى تبادل الافكار النقاشات تقبل الشخص تقبل الراي والراي الاخر يعني أنا هاليوم أنا هاليوم صاحب رأي، أنا اليوم صاحب فن. أنا صح ما بالضرورة أنتِ تشوفكِ تختلفين عني، لا أنتِ غلط، لا أنتِ صح وأنا هم صح، هذا مبدأ مهم. تمام؟ هل أكو من اللي هل أنتِ تعانين أيضاً من وجود الأشخاص يعني، هل أكو شخص بحياتكِ أنتِ تعانين من من, من فكرهم هذا؟ لو يمرون بحياتكِ مرور الكرام الشكل بوجودكِ. والله اني يعني اني يعني قبل شوي قلت لك اني يعني قليله الاحتكاك بس الـ يعني ضمن عائلتي وضمن المجتمع الضيق اللي أنا عايشه به اقصد عائلتي والناس المحيطين بي اللي اكثرهم متفهمين طبعا لانه يعرفوني شخصيا قريبين مني اكيد يعني ما راح يسيئون فهمي واني يعني مطمئنه لردود افعالهم مطمئنه لهم ف تتمنى تكونين اقرب اقرب للكتاب أتمنى من أكون هالشكل. أقرب. أتمنى تكوني أتمنى. أقرب. أتمنى يعني أكون. أعطي فرصة لنفسك أكثر حتى تكونين قريبة تستمدين أفكار من هوني تستمدين أفكار من من هذا الشخص من هناك حتى أكون يعني حسب ما لاحظ أكون حركة ثقافية نسوية نعم. خاصة بالكاتبات والمثقفين. نعم. صحيح. يعني ما ما أعتقد أكو شيء منعك ربما وقت الشغل شوية تأخذ من وقتك ما أخذ لكن أعطي نفسكي وقت فرصة تزوري مثلا رصيف الكتب آه اكو محطات يعني الثقافة انا يعني ازور يعني زايرة رصيف الكتب قبل فترة رحت معرض تشكيلي يعني بالقاعة مع الفنانين التشكيليين اروح يعني المهرجانات تصير بمعهد الفنون الشغلات الفنية اروح القاعة الدكتور الاستاذ يوسف ذنون محاضرات كل سبت عنده يلقون يعني هم اروح يعني من تصير عندي فرصة اروح يعني بس بشكل محدود مثل ما قلت يعني على كل حال انت ما شاء الله عليك يعني تشتغلين وعندك هدف ان شاء الله اكيد كل ابرز أهدافك اللي انت مخططه تشتغلين عليها بالمستقبل القريب انه يعني اكرر التجربه بالكتابه وان شاء الله انجح باصدار كتاب جديد ان شاء الله اكون نيه كتاب إن شاء الله. جديد مجموعه قصصيه جديده اسمها ذات يوم ان شاء الله اعتقد ماخوذه او ربما ما ماخوذه وانما الـ هذا الـ هذا الميول اللي عندك جاء من ميولك من روايات من اطلاعك للروايات نعم اكيد وعنصر التشويق اللي بيها اي اكيد طبعا الروايات العربيه الاجنبيه خلت بداخلي عالم ثاني يعني غير العالم اللي عايشك وعالم ثاني بداخلي ايش اضافت هذه الروايات اللي والقصص اللي انت كنت تقريها ومطالعه كلتها ما اضافت لي الخيال أيه؟ الخصب اضافت لي العاطفه اضافت لي يعني تاثري بالاحداث المحيطه الخيال الواسع حمي الخيال الواسع يعني اعطاك مدى طبعا. اوسع للنظره طبعا. آه والاحساس اللي جسدي بي بي بالكتابه طبعا لذلك انا اول حديثنا قلت لك القراءه هي هي الاساس وعلى على اساسها تجي الكتابه كثره يعني القراءه والمطالعه م -م. هو هذا كان جميل مشاهدينا الكرام فاصل وراجعين. عوده معكم مره اخرى مشاهدينا. بعد الفاصل الاخير ضروري ضروري انه احنا نعرف ايش ممكن ممكن انه تعمل هدير الجبوري بالمستقبل على ضوء مشاركاته السابقه بمجال القصه القصيره. وين كانت وايش وقت مشاركتي بالقصص القصيره؟ وايش كنت تكتبين واسلوب الكتابه خلينا احكي لي شوي عن القصه القصيره. والله هي يعني القصة القصيرة هي عبارة عن حدث قصير تجسده بكتابة يعني نص هو خلينا نقول نص نص قصير كنت أحب بالمسابقات اللي كانت تصير ببغداد يعني مجال القصة القصيرة وكان هواي يشاركون بها ما كان همي يعني أنه أفوز بالمسابقة أو ما أفوز المهم أني يعني أودي القصة يعني أشارك بها كانت, كانت القصة القصص القصيرة تكتبيها يعني كانت تمس الواقع خيالية؟ آه والله كانت همت آه بس الواقع انت تشوفين اسكند كل خيال اي اكيد كل كاتب اكيد عنده يعني جزء من خيال ولا يعني ما معقوله يعني الروايه كلها راح تكون آه تكون يعني واقعيه اكيد بها جزء من الخيال اكثر اكثر روايه لا انت انت متاثره متأثر بها آه روايه جين اير لشارلوت برونتي آه روايه عالميه طبعا للكاتبة شارلوت برونتي حكي لي ايش تناولت باختصار شديد أه تتحدث عن عن فتاة يتيمة تربت بملجأ يعني وفقدت والدها وبعدين تربت في ملجأ وتحولت إلى معلمة ويعني هو يتحدث طبعا بالريف الإنجليزي يعني هي الرواية أجنبية وبعدين يطلبوها كمدرسة يعني بأحد البيوت العريقة بالريف الإنجليزي وتلتقي بصاحب البيت وتصير بيناتهم قصه حب وتنتهي بماساه وبعدين الماساه تتحول الى الى لقاء من جديد يعني انا جدا احب هاي الروايه أكون نهايات حزينه أكون نهايات سعيده خلي تكون قصص اللي تكتبيها خلي تكون نهايتها سعيده افضل يعني هم شويه ادري على عن نحن نتاثر بسرعه صراحه يعني خصوصا انت حساسه يعني تكونين تكتبين نصوص مؤثره والله انا يعني هسه الكتاب اللي راح انوي يعني انشره ان شاء الله يعني اصدره اسمه ذات يوم هو مجموعه قصصيه قصيره كل قصه تتناول حدث حدث صار بيوم معين ما شرط ينتهي بنهايه سعيده او او حزينه قد ما ينتهي قد يكون الحدث مستمر للان يعني فما بها نهايات لا حزينه ولا ولا سعيده نهاية يعني بس عادي يعني ممكن يكون بها جزء ثاني، جزء ثالث مثلا أو ممكن طبعا ممكن ممكن وين حسب ما تقرين واقع القراءة لدى المجتمع، هل هي ميالين للقصص العاطفية أكثر؟ أي نوع من أنواع القصص اللي تشوفين أنهم يرغب بها الجمهور؟ لو عفوا لو, لو, لو ما شرط يعني مثل الكاتب هل هو لازم يتقيد برغبات الجمهور أم يكتب بما يميل على نفسه ولا يبالي بما برغبه الجمهور لا هي مو كلمه لا يبالي وانما انت من تكتب ما الغايه يعني ارضاء جمهور معين انت تكتب حاله شخصيه تكتب واقع تكتب حدث ممكن يكون يناسب جمهور شباب ممكن يناسب جمهور من كبار لا. السن ممكن يناسب قصص اطفال ممكن تناسب اطفال لا. ما تفكر من الجمهور اللي راح يقراها انت تكتب وهي بعدين من تنزل راح نشوف منو منو راح يكون جمهورها نعم قد تكون قصه عاطفيه، واقعيه، نفسيه، مجالات عديده يعني. نعم جميل جدا. اكثر الاشخاص المؤثرين بحياتك؟ يعني تقصد الطفوله، الشباب، حاليا، اكثر الاشخاص يعني اي فتره تقصد يعني مؤثرين بحياتي؟ فتره البدايه. فترة البداية أنا يعني تحدثت بالبداية قلت والدتي أثرت بي ك يعني كمطالعة <applause> وكحب كتابة والدتي الله يحفظها و... ناحية الكتابة ومن ناحية يعني أقصد المسيرة المسيرة الإبداعية ومن ناحية الإنجازات هل أكو شخص تشعرين إنه له فضل عليك أشخاص تحبين تذكرين يعني لهم يعني طبعا أكيد أكو أشخاص بحياتي أشخاص مقربين عائلتي الصغيرة طبعا اخوتي الله يحفظهم اللي اللي أنا يعني تاثرت بهم فترة الصغر يعني م -م. أخوي الكبير كان ايضا يكتب و... وعنده يعني وهو اصلا خطاط وفنان بدايات حياتي تاثرت به الله يسلمك واخوالي طبعا عندهم فنانين بالفتره وعندهم يعني هذا حب الفن والعزف ايضا صديقه و... مقربه شاركتي بحياتك اليوميه؟ صديقتي المقربة طبعاً ست بان محمد شكيب اللي هي تدريسية وعازفة البيانو الوحيدة بالموصل. لها أيضاً عزيزة علي أنا نامين ايضا عزيزه علي إنسانة ما شاء الله عليها تحية من, من كل الناس صديقة عمري وتوام روحي يعني أسأل. أيش تلتقون دائماً؟ إحنا بالدرجة الأساس هم أقارب طبعاً. هي قريبتي إضافة إلى أنه هي صديقتي ما يعني ما شرط نلتقي يوميا بس احنا متواصلين يوميا بس لازم نتشوف يعني يعني طبعا معروف ستبان انه هي دائما تعزف وهي نعم. استاذه بالموسيقى وأنتم تحبين الموسيقى اكو بيناتكم لغه موسيقيه هي تعزف طبعا اكيد تغنين مثلا يعني اكيد اكيد طبعا تغنين معاها وهي تعزف يعني أي. كي. هذه الروح اللي يعني أعتقد هي هي تغذية خلينا نقول طبعاً اللقاء تكون للروح اي اكيد طبعا هذا الشيء من مم. من زمان يعني بيناتنا احنا كنا سوا ساكنين في بغداد ومن جينا انتقلنا للعيش بالموصل حتى انتقلنا سوا آه سوا انتقلنا سوا وصداقتنا أي. يعني الله يديمكم ان شاء الله يعني حتى اللي يقعد معاكم يستمتع يعني بوده بس يسمع <applause> الله الالحان الجميله الله اللي, حضلك. اللي تتفقوا عليها وتعزفوها <applause> مثلا خلينا إيه أكيد أكيد. آه طبعا تحيه للستبان تحيه كبيره وما انسى انه انت او سمعتوا عنك انه انت تحبين السمعيه والمرئيه التلفزيون والبرامج نعم. مثلا تكونين انت مقدمه للبرنامج وهاي فرصتك انت اليوم حاليا انه انت اما كما ما تكونين ضيفه تنتقلين نعم. نحن نبادل الادوار يعني مثلا تكونين يعني مقدمة راح اصير انا المذيعه وانت ضيف البرنامج انت مقدمه البرنامج نعم وانا الضيف بصفتي انا مثلا رسام تشكيلي مثلا نعم قف قلم بيدك حتى حتى تكونين بالصوره يعني وانا الضيف نعم قدمي الحلقه طبعا مساء الخير اعزائي المشاهدين ارحب بكم بحلقه جديده من برنامج ابداع وحكايه ضيفي لهذا اليوم الفنان الشاب الواعد الفنان التشكيلي شكرا الاستاذ <applause> <applause> عبد الرحمن سعد واللي هو كان اصلا مقدم هذا البرنامج قبل ما اني اقدمه احب ارحب بهذا اليوم واتمنى يتعرفون الجمهور عليه وعلى شخصيته الحقيقيه ومن هو عبد الرحمن سعد شكرا شكرا طبعا انا شعرت نفسي حقا ضيف بهذا البرنامج <applause> واكيد يشرفني ان اكون انا فعلا ضيف ببرنامجك طبعا إن شاء الله. ويشرفني هذا الشيء ان شاء الله راح يكون هذا الشيء احنا آه عندنا رساله دائما المبدعين نعم آه يحملون رساله رساله ساميه من إنسانيتهم من للكلب للكل فهي دائما تكون طاقه طاقه ايجابيه تعطى للجميع وما تخلص ان شاء الله كيف تخلص نقطه القوه نقاط القوه بالانسان وين ممكن تكون نقاط القوه بالانسان طيبته وقلبه أنا يعني اعتبرها نقاط قوه وليس ضعف نقاط قوه نعم اكو اكو من الانسان العاطفي نعم واكو من الانسان السمعي نعم اكو من الانسان البصري لكل صنف من هالأصناف أطباع خاصة به إذا قلنا سمعي فيتميز بميزة السماع يحب يسمع أكثر يسمع ما يتكلم نعم. هذا اللي يسمع دائما يكون رزن يكون واعي أكثر من أي شخص ثاني يعني أما البصري ست بام بما أنه قام معاي خلي شوية نحكي <applause> ايه نعم يعني تأثرنا بالكلام عن ستبان ايه والله نعم. أخذت مني ما اخذ طبعا ستبان <applause> <applause> بعد سبان عادي عادي بان وهدير واحد نعم. عادي نعم آه الله يحفظكم اثنيناتكم الله يسلمك آه اما الانسان البصري فدائما تشوفين حاد الطباع آه يعتمد على, بالأشكال على يتأثر الاشياء بصور اللي يشوفها يعني. قدامه آه بس يتأثر ويقرر يخلفها بس على النظر يعني بس على النظر بس على النظر <applause> طيب وال هسه باقي باقي الصنف الاخير اللي هو الانسان العاطفي دائما الانسان العاطفي يكون يعني حساس بكلمه ممكن تكسره هذا الشخص مثل اي شخص عاطفي يعني انصحه لا كثير يخالط الناس لانه راح دائما يعيش مهبول دائما يعني متاذي طبعاً متاذي ومخذول انت قله مما تخالطين الناس واعذرك طبعا ولكن احنا بحاجه نعم لهذا لهذا الحس المرهف اللي بداخلك يكون إنه انت انسان عاطفي وانا قلت لك يعني هو صح كثير من المحطات يكون ضعيف بين الناس لان ما كل الناس عندها مشاعر مرهفه حتى تتوافق مع هذا الانسان نعم تمام آه فاتمنى انه انت يعني أقوى من مفهوم الضعيف بمفهوم الضعف لا يعني قد نبدل هاي المفرده الى مفرده ثانيه مو مو ضعيف يعني مو ضعيف بعاطفته يعني تقصد يعني آه ضعيف امام الـ الـ الاحداث اللي تجري عليه والناس اللي ما يقدر واللي ما يشعر نعم. بيه طبعا هو كثيرين من الناس اللي هو من يشوف نفسه عاطفي فغالبا ما يتاذى يوميا من الناس اللي تحيط به لان هو يتصورهم بصوره مثاليه او يتصورهم مثل ما هو يفكر ومثل ما هو يتمناهم فمن يشوف الجانب الثاني اللي اللي ما يتوافق ويا مخيلته اكيد راح يحس نفسه مهموم ومكسور ومخذول اكيد يعني طبعا شكرا جزيلا وطبعا انا راح نرجع نبدل الادوار اعطيني القلم الخاص بي <تصفيق> <تصفيق> ارجع واشترفتوا تكوني ضيف عندك بالبرنامج هذا ان شاء الله <applause> الله يسلمك وهسه تبادل الأدوار وتكوني انت ضيفتي اهلا وسهلا اكثر ما كنت تعرجين لها أو تشيرين لها بمقالاتك الشخصية أو أو الرسالة اللي تحبين توصليها لكل الناس من خلال مقالات تنشريها من خلال قصص القصيرة تكتبيها من خلال النصوص النثرية. أن يظل الحب يسود بينهم أن يظل الحب هو السائد بين البشر. أن يبتعدون عن الأنانية، يبتعدون عن م -م. الزيف، مصداقية تكون بأقوالهم وأفعالهم، أن يكونوا طيبين محبين للخير، أعتقد هي رسالتي لأنه أنا فعلاً أتمنى أكون فعلاً مثل ما قلت يعني أنا. ما هو الحب بين الرجل والمرأة بمفهومك؟ الحب يعني ياخذ ابعاد كثيره يعني قد يكون الرجل زوج قد يكون حبيب قد يكون صديق قد, قد يكون اخ قد يكون ابن كل علاقه لها لها مفهوم معين يعني الحب متعدد بس هو يبقى الحب حب يعني بس هو متعدد الجوانب بس مفهوم الحب هو هو مفهوم الحب ايش تبي يعني تصير رساله لزوجك كلمه <applause> من خلال طبعاً تحية, طبعا تحية 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 <applause> هذا اللقاء راح يبقى بأذهاننا طبعا الله يسلمك الله يخليك تحية له وأني جدا ممنونة من عنده وشاكرة له وقوفة جانبي دائما الله يحفظه ويخليه ان شاء الله كذلك احنا <applause> نشكرك ونشكره ونشكر كل من سعى معك ست هدير الجبوري الكاتبه والاديبه شكرا جزيلا لك الله يسلمك أنا الاسعد وشرفت بتواجدي وياك بهاي الحلقه وأنا جدا سعيده بالتعرف عليك و ظهور لاول مره على شاشه المسلسلات. تحياتي تحياتي شكرا جزيلا شكرا جزيلا تسلم. مشاهدينا الكرام الى هنا وانتهت حلقتنا لهذا اليوم شكرا لحسن مشاهدتكم الى اللقاء